السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع يكون دايما بخير. هنشوف مع بعض دلوقتي تمرين في غاية الأهمية، اسقاطات ما بين واجهة ومسقط أفقي، اسقاطات مستوى هجوم. الموضوع في غاية الأهمية لأن دايما بيجي في امتحان الميد تيرم والفاينل. زي ما قلنا كده، ده يعتبر تمرين تطبيقي على كل التمارين السابقة، تمام كده. فهنرجع نشوف الفيديوهات السابقة اللي فاتت، وده يعتبر تمرين شامل مجمع لكل اللي فات. عايزك بقى تركز معايا وتجيب معايا ورقة وقلم وتمشي معايا نقطة نقطة وخط خط ومستوى مستوى، عشان نوصل في الآخر للحل الإيه النهائي الفاينل الصح. طبعا في البداية خالص الشكر والتقدير لأستاذنا الدكتور طارق عبد الرؤوف على المحاضرة باور بوينت اللي أنا بشرح منها دلوقتي حالا، عشان لولا المجهود اللي اتعمل في باور بوينت مكنش قدرنا نوصل لك المعلومة بالشكل ده. فخالص الشكر والتقدير له، وهتثبه عند الله عز وجل في ميزان حسناته، في ميزان حسنات كل شخص بيتعلم ويعلم الناس اللي حواليه. طب هنشوف مع بعض دلوقتي التمرين. اول حاجه في التمرين لازم اتخيل واربط الخطوط مع بعضها. يبقى اربط الشكل ان انا اشوف الفيجن واشوف البلان الواجهه والمسقط الافقي، واشوف من فوق لتحت ان الاشعه الضوئيه والشمسيه هتيجي من فوق لتحت، هنا من الشمال لليمين وهنا من تحت لفوق من الشمال لليمين، تمام. فهبدا دايما من الشمال، وفي نفس الوقت الجزء العلوي هيرمي ظل على الجزء السفلي. دايما المكان العالي بيرمي ظل على المكان الايه الاقل منه او الاوطى منه، تمام كده يا شباب. طيب هنبدأ نشتغل، وقبل ما نبدأ نشتغل عايز تتخيل الشكل. يعني أنا في هنا خط دوتت لف حوالين المبنى، يعتبر جزء بارز أهو باين معايا في الفيجن. طب في عندي نقط كتلة، الكتلة أهي أدي بدايتها، وفي على الكتلة جزئين بارزين أهو، أدي واحد وأدي اتنين كأنهم كتلتين طالعين من الكتلة أو طالعين من المستوى ده أهو. بعد كده فوقيهم في عندي شكل هرمي أو شكلين هرميين أهم موجودين عندي أهو إسقاطهم. وكده الاقي عندي فيه هنا اهوت مستوى تاني جايب شكل كيرف باين معايا من خلال البلان، وقدامه في عندي شكل مكعب حر، تمام كده اهوت. بعد كده المستوى هيرجع تاني يبقى افقي، بعد كده هيبقى جزء بارز اللي هو ده اهو. بعد كده في عندي مثلث، شكل اشبه ما يكون بالمثلث. وبعد كده اهوت في عندي جزء افقي رجع تاني. بعد كده هلاقي ان في عندي جزء غاطس، وهلاقي ان في الجزء الغاطس في جزئيه تانيه كانها فتحه باب، مش كده؟ يعني جزء غاطس اكتر. في عندي جزء عروي بارز اللي هما الاثنين دول، وادي فتحة الباب اللي بنتكلم عليها. كده هرجع تاني، كده هلاقي ان في عندي الحيطة بقى الأصلية اللي انا هرمي عليها الايه الظل. فكأني من اول هنا الخط ده لحد الخط دوت بداية واجهة فيها جزء بارز وجزء جايب كيرف وجزء تاني بارز اكتر، وبعد كده ارجع تاني بقى غاطس، وبعد كده بقى في عندي فتحة باب، وبعد كده رديت بالحيطة الايه الأصلية. تمام كده يا شباب. مهم اوي ان انا استوعب الشكل واربط الاشكال مع بعضها، البلان مع الواجهة، عشان نشوف الـ 3D شكله عامل ازاي اللي في خيالي، عشان اعرف اوجد اوصل للاجابة الايه الصحيحة. ان شاء الله مفيش اي حاجة صعبة علينا، هنمشي خط خط ونقطة نقطة عشان نوصل للاجابة النموذجية. طيب طبعا هبدأ بالنقاط، هبدأ من الشمال لليمين، هبدأ بالمستوى ده اهو، تمام. دايما يهمني نهاية المستوى اللي هترمي ظل على المستوى التاني، يبقى بداية المستوى مش هتفرق معايا في حاجة، نهاية المستوى هو اللي هيرمي ظل على الايه المستوى اللي اقل منه، او البارز هيرمي ظل على الغاطس، تمام كده يا شباب. هنبدأ دلوقتي من النقطة ديت، اوكي، هنرمي 45، اوكي، وهي هياها تحت، هبدأ ارمي 45، تمام، سواء هبدأ من فوق او من تحت مش تفرق. بس انا لما جيت رميت من تحت لقيت نفسي الخط بتاعي جه على الاسقاط الجانبي، على الواجهة الجانبية، تمام كده. هستنتج رقم واحد طبعا ان الجزء ده مظلل، لان الجزء بتاع الطابانة خارج من الحيطة، هنا في عندي حائط، وفي نفس الوقت ما اقدرش اعمل خط افقي. ليه ما اقدرش اعمل خط افقي؟ لان النقطه بتاعتي، تمام، لما جيت اسقط اشعه ضوئيه الشمسيه لقيت نفسي جيت في الواجهه الجانبيه. طب اعمل ايه؟ اجي بقى من عند الكورنر من هنا كده اهوت، النقطه ديت هرد بيها على 45 وهطلع فيرتيكال، وارجع تاني ارد على 45 على نفس الخط اللي بيطابق مع النقطه بتاعتي اهو. يبقى اصبح دلوقتي الخط بتاعي الظل في الواجهه الاماميه هيجي هنا كده اهو، زي ما اترسم كده اهو. يعني المنطقه دي مظلله، ايوه، المنطقه دي كمان مظلله فوق المستوى دهوت برضو، ايوه، من المستوى ده والمستوى ده، تمام، على نفس الايه الاستقامه. طبعا المثلث ده برضو هيبقى كله مظلل عشان الطبانه بتاعتي او الكاب بتاعي الموجود عندي في نهايه المبنى ده خارج معايا منين؟ خارج معايا من الحيطه ده، هو عمودي عليها، فبالتالي هيرمي ظل في الجزء المثلث ده. تمام كده يا شباب. امتى ما كنتش هظللها؟ ما كنتش هظللها لو ده مبنى وراه فراغ هوا، المنطقة دي مش هتبقى مظللة نتيجة إن في وراها هوا، أما نتيجة إن هنا في عندي حائط وده بقى معايا في الأوت لاين أو في البلان، فالمنطقة دي هتبقى مظللة. برضه في حاجة في غاية الأهمية لازم آخد بالي منها،
ها ان عندي نقط في خطين ارض، عشان معظمنا بيقع في الخطا ده اهو. في عندي خط ارض للايفيجن وخط ارض للبلان، تمام كده يا شباب؟ عشان في كتير مننا بيفرم الخط 45 يفضل ماشي بيه ماشي بيه لحد ما يوصل لهنا، لحد ما يوصل خط الارض الموجود عندي في الواجهه. طبعا ده غلط، تمام كده؟ اصبحت دلوقتي المسافه، تمام، الواقعه بين خطين الارض سواء خط الارض بتاع الواجهه او خط الارض بتاع المسطح الافقي، سواء انا قربت المسافه او ابعدت المسافه مش هتفرق معايا في اي حاجه، تمام كده يا جماعه؟ يبقى المسافه ديت مش هتفرق معايا في اي حاجه سواء انا قربت او ابعدت، تمام. يبقى الموضوع ده اخد بالي منه، الخطوط بتاعتي في بلان هتقف هنا عند خط الارض ده، الخطوط معايا في ايفيجن هتقف معايا عند خط الارض ده، تمام، وخطين الارض دول ملهمش علاقه ببعض، تمام. طيب اقدر اعمل بده لون اصفر؟ ايوه، نفس الكلام دوت ونفس كلام الجزء ده، هي الجزء ده اهو، وطبعا ده كله هيبقى مظلل، وهبدا اشوف برده الجزئيه دي جايه على كيرف شكلها عامل ازاي بعد كده. طيب هنرجع نكمل الواجهه ديت عشان نمشي كده بانتظام عشان منظمين في حلنا، اوكي. هبدا ارمي 45 من تحت على الجزء البارز ده اهو، الكتله البارزه، تمام، واطلع فيرتيكال من فوق اعمل 45، المنطقه دي كانت مظلله، اوكي كده يا شباب. طب نفس الكلام الكتله البارزه ده هي اللي هي عندي في اسقاط فين في بلان اللي هي دي، تمام. يبقى ارمي 45 واطلع فيرتيكال وفوق من هنا 45 وهبدا ادي لون اصفر، تمام. يبقى الجزء ده مظلل والجزء ده مظلل، ان اتنين بارزين من الواجهه الاصليه نفس البروز، تمام كده، بنفس الايه المقدار، عشان كده لا الظل ده ادي الظل ده، اوكي. كان في حد يحله بطريقه مختلفه عن كده؟ اه طبعا، يعني طريقه الحل في الظل والمنظور كمان ممكن بطرق مختلفه. كان ممكن بعد ما اعمل 45 من هنا و 45 من هنا واوصل النقطه دهيت، النقطه دي خاصة وصلت لها، كنت ممكن امشي افقي مع ال 45 جاي من فوق اهو، كنت برضه هوصل لنفس الاجابه ونفس النتيجه من غير ما ارسم الشكل تاني من خط الارض، تمام، او من البروز الموجود عندي في الارض. يبقى انا كنت ممكن عندي بعد ما اوصل النقطه دهيت امشي افقي مع 45 جاي من فوق اهو، كنت هوصل لنفس النقطه دهيت. هنكمل معانا الحل، اشوف بقى الايه الجزء البارز اللي هو الهرم دهوت، هاجي من قمه الهرم اعمل 45 وهطلع فيرتيكال من هنا برده من قمه الهرم، ها، من السنتر لاين اعمل 45، وكده انا وجدت ظل القمه. هوصله بقى بالايه؟ اه هوصله بقى بالقاع، اوصله بالايه؟ بلان زي ما احنا شايفين كده اهوت، تمام. يبقى اصبح هو دوت الظل الموجود عندي، الظل المنقول، الظل المنقول الخاص بالهرم. وفي ظل ذاتي؟ اه اكيد، تمام كده. حتى انا لامح من هنا ان الاشعه الضوئيه او الشمسيه، تمام، رمي ظل على الجزء ده اهو، معنى كده ان المثلثين دول، لو انا بتكلم دول اربع مثلثات، يبقى في مثلثين عندي مظللين. نفس الكلام هنا اهوت، ها، ارمي على 45 من القمه واطلع فيرتيكال هنا برده من السنتر، تمام، او التقاطع، هنزل 45 وهوصل النقطه ديت الايه البدايه والنهايه خاصين بالايه بالهرم. كان ينفع احل من غير ما انزل تحت كده اهوت؟ اه طبعا، كنت همشي افقي من هنا، اوكي، مع 45 جاي من التقاطع، كنت هوصل لنفس النتيجه، تمام كده يا شباب. عايزك تحل معايا تمرين نقطه نقطه وخط خط عشان خاطر ايه ما توش مني. ده ظل منقول، اوكي، ها، هيظلل، وده ظل ذاتي في المثلثين دول برضو ايه هيظلل، تمام. طيب هنيجي نقطه ثانيه اللي هو الكيرف ده او نص دايره موجوده عندي، مستوى نص دايره. اجيب الظل ازاي؟ لازم في البدايه اوجد البلان، تمام، السنتر لاين في البلان، المركز في البلان اللي هي ميم، وارد بيها، تمام، على الطبانه بتاعتي او اللي هو الجزء البارز، واطلع بيها فيرتيكال. المهم اعرف انا هطلع فين في الجزئيه ديت، عشان دي فاصله بين النور والظل، وارجع تاني ارد على 45 مع السنتر لاين، اهو السنتر لاين اهو، تمام كده يا شباب. يبقى اصبح النقطه ديت هي النقطه ديت، انا عملت 45 ورجعت عملت فيرتيكال ورديت تاني 45، انا وصلت لهنا بنفس فتحة البرجل بنص القطر ده، هقف هنا وهعمل الكيرف بتاعي اهو، تمام كده يا شباب. اوكي، هاجي من هنا وهعمل 45، المنطقة دي كلها مظللة، هطلع بيه فيرتيكال، يبقى اصبح دلوقتي جزء يعتبر نص المستوى اللي هو جاي نص دايرة هيبقى مظلل اللي هو الجزئية دهيت. طبعا هقدر اعمل ده لون اصفر وده كمان لون اصفر، والجزء ده الحتة دي مش هتظلل، الحتة دي بالنسبة لي الفيجن، اللي دي الجزء ده اللي هو الكتلة، الكتلة الحرة ايه الظل هيبقى وراها، ممكن ده ترسم دوت اه ممكن، اوكي، بس الظل مش هيجي في الحتة ديت، ده هيجي في الجزئية دي، تمام كده، يعني ورا الشكل المكعب. طيب هنتنقل دلوقتي لحاجة تانية اللي هو بقى ايه ظل المكعب بتاعي، اوكي، على الكيرف. ده كان تمرين عملناه في فيديو سابق، تمام كده، اللي عاوز يشتغل عليه يرجع للفيديو السابق، تمام، او قبل السابق، هلاقي ان دوت محلول. ده يعتبر تمرين تجميعي لكل الايه لجميع ما سبق، تمام. عندي فيه 3 نقاط مؤثرين، ادي نقطة 2 3،
تصميم النور والظل. اوكي هبدا ديت رقم واحد، عملت 45، اشوف اسقاطها فين في الواجهه، عملت 45 وطلعت فيرتيكال كده جبتها. النقطه ديت عملت 45، اسقاطها عندي في الواجهه اهوت فوق، هعمل برده 45، اوكي كده جبتها. في عندي النقطه الاخيره اللي هي ديت فاصله بين النور والظل، هعمل 45، اسقاطها هي فوق اهيت، هعمل 45 وهطلع فيرتيكال كده انا جبتها. هقدر اوصل ديت بديت الاثنين دول ببعض، هو اسقاطهم ده وده، اه طبعا، لكن ده وده مش هتوصلوا بعض، الاثنين دول مش هتوصلوا بعض. وقلنا هنعمل ايه، وده اتحل في التمرين السابق، هنوجد نقطتين هنا، تمام كده. يبقى الخط المستقيم ده اهوت اللي فيه بدايه ونهايه، هوجد كمان نقطتين عشان ده انا متوقع هيجي بشكل كيرف، تمام كده، هيجي بشكل كيرف، لان ده خط مستقيم الظل بتاعه او اسقاطه هيجي على مستوى كيرف، فبالتالي الظل هيطلع كيرف، تمام كده. طب ما ليه هنا هوت الظل هنا هوت اللي هو الجانبي ده هيطلع خط مستقيم؟ هيطلع خط مستقيم لان ده عمودي، اما ده موازي للكيرف. طيب هنشوف مع بعض، مش هنسبق الاحداث. خدت نقطه واحد، باخد كمان نقطه اتنين، اشوف اسقاط نقطه واحد دي فين فوق، تمام. يبقى انا هعمل من هنا 45 وهطلع فيرتيكال مع الاسقاط اللي جاي من فوق 45، كده انا وجدت النقطه. ده من عينيا تحت وفوق، شايفين النقطه اللي اخترتها تحت وسط، هي فوق، اوكي. عملت من فوق 45 ومن تحت 45، تحت سبق، هطلع فيرتيكال، يبقى كده جبت ظل اهي. هجيب نقطه كمان، عملت 45 من فوق واشوف اسقاطها فين فوق، اهو اسقاطها هنا فوق، تمام، الجزء الايه نهايه السطح، هعمل 45 اوكي مع الفيرتيكال جاي لي من تحت لفوق، وجدت كمان نقطه. يبقى نقطه واحد واثنين وثلاثه واربعه هقدر اوصلهم مع بعض بالفرنش كيرف، تمام كده اهو. اصبح الظل بتاعي هيجي بالشكل ده، ده خط طالع بالشكل ده، هو خط مستقيم، اما دوت هيجي بشكل كيرف. طبعا دي كلها منطقه مظلله على السطح اللي جاي بشكل كيرف. طيب هاجي من هنا، دايما الجزء تمام الموجود عندي تقاطع الافق مع الراسي ده في غايه الاهميه، دايما انا بقف عليه برد ب 45 واطلع فيرتيكال، وبعد كده ارجع تاني على 45 مكان ما انا بدات في النقطه دهيت، اسقاطها خط، النقطه اللي احنا بدات من عندها اسقاطها خط، مش كده؟ يبقى انا رديت 45 وطلعت راسي، وبعد كده رديت تاني على 45 على نفس اسقاط المستوى اللي انا بدات من عنده تحت، تمام كده؟ يبقى دي كلها هتبقى مظلله، ها؟ يبقى ده مظلل وده برده ايه؟ مظلل. هاجي من نهايه الخط المثلث اعمل 45، هلاقي انقطع لي مره خط الدوتت ومره خط هو خط الارض، النقطه دي والنقطه ديت في غايه الاهميه، تمام كده؟ هيأثروا معايا فوق بشكل مباشر. لو طلعت فيرتيكال ان هوت يبقى اصبح المنطقه دي كلها مظلله، تمام كده، يبقى النقطه ديت اثرت معايا على المستوى ده اهو. اما النقطه ديت هتاثر معايا على المستوى التاني اللي هو البارز، تمام. يبقى انا من هنا لو طلعت فيرتيكال اوكي اهو اثر معايا في المستوى ده اهو، يبقى انا وصلت لدي، تمام. برضو هوجد نقطه تانيه، ان انا جيت من هنا عملت من بدايه المثلث، هاجي نقطة عند نهايه المثلث، من نهايه المثلث هعمل 45 وهطلع فيرتيكال مع ال 45 اللي جايلي فوق، انا كده وجدت نقطه في الفراغ، تمام كده. النقطه ديت هقدر اوصلها بالنقطه ديت، اه طبعا هقدر اوصلها بالنقطتين دول ببعض، لان الظل بتاعي هيجي مايل بالشكل ده اهو، تمام كده. وعملت اهو الخط الاصفر الفاصل بين الظل والنور، تمام كده يا شباب، ها. يبقى المنطقه دي كلها مظلله، وده كمان هيبقى مظلل بالشكل ايه ده اهو، اوكي. طيب هنشوف مع بعض دلوقتي حاجة تانية اللي هي النهاية بالنسبة لي، اللي هي دي الغاية الأهمية. هرد 45 وأطلع فيرتيكال وهرجع تاني على 45 مكان ما أنا ابتديت تحت. هقدر من هنا أعمل خط أفقي، أه طبعا، أوكي. يبقى عشان أوجد الخط الأفقي دهوت هختار أي نقطة على المستوى ده أهو، أهم نقطة بالنسبة لي اللي هي النقطة النهائية ديت، طبعا أمتى هختارها هتوصل لنفس النتيجة. هعمل 45 وأرد بيها، أطلع فيرتيكال أشوف إسقاطها فين فوق، وأرجع تاني على 45 من حيث ابتديت، ابتديت من هنا يبقى إسقاط الفراغ هنا، تمام، وهمشي ايه بخط افقي، تمام كده. هقدر برضو من هنا اعمل 45 اشوف برضو ده اسقاطه فين معايا فوق، اوكي. الكتله دي اوكي هترمي ظل على الكتله الغطسه اللي هي ديت، والظل بتاعي كمان هيمتد لفتحه الباب، اوكي. هبص ماشي معايا لحد فتحه الباب، مهم بالنسبه لي ان افهم الموضوع ده اهوت. لو انا هشتغل على الباب ده لوحده، يبقى هعمل من هنا 45 واطلع فيرتيكال مع النقطه ديت 45، وبعد كده همشي افقي، الظل بتاعي هو ده. بس خد بالك بقى ان في ظل فوق الظل، تمام كده، بحرف ال دوت هيبدا يتغير معايا نتيجه ان الكتله دي بارزه اكتر اهو. بص بارزه معايا اكتر ازاي، الظل بتاعها مغطيها، ها. فده معناه ايه؟ معناه ان الظل بتاعي هيطلع من هنا مش من هنا، لان في كتله عندي بارزه بالشكل ده اهو، اوكي يا شباب. الموضوع ده في غايه الايه الاهميه، ها. الكتله دي مش بارزه بالشكل ده، كان الظل بتاعي بحرف ال اللي هو الاوت لاين بتاعه او حدوده اللي هو ده. بس كده معايا،
لكن انا عملته الخط ده اهو عشان في عندي كتلة برزة. تمام، بقى الحرف اللي هو اتعمل ده هتقل عليه، وده كمان هيبدأ تقل عليه، وجزء الرأس الفيرتيكال ده اهو هتقل عليه. اشمعنى ده يا دكتور؟ تمام، اشمعنى ده؟ من هنا هعمل 45، وقفت هنا عند الخط النقط ده اهو، هطلع بيه فيرتيكال اهو. تمام، يبقى انا عينيا تيجي دايما، هو انا رميت الظل على البارز ولا الغاطس؟ الغاطس اهو طلع معايا. طب البارز طلع معايا فوق، تمام، البارز طلع معايا على المستوى من فوق، والغاطس طلع معايا في المستوى من تحت اللي هو الغاطس اللي هي فتحة الباب او الشباك اللي احنا بنشتغل عليها. تمام كده يا شباب. طب نيجي بقى للجزئية البارزة اللي هي الكتلتين دول الموجودين عندي فوق، رميت من هنا 45 لحد تحت، طلع لي مرة دوتت، وهيطلع لي مرة تانية ايه؟ الخط القوي اللي هو الابيض التقيل اللي هو يعتبر خط الارض في الايه؟ في البلان. تمام، هطلع فيرتيكال، هعمل هنا 45، يبقى ده اسقاطه في الايه؟ في الاليفيجن، في الجزء البارز. ها بص كده بعينيك، عملت 45 وطلعت فيرتيكال من هنا. تمام، مع ده عشان دوت الجزء البارز. طب انا استفدت ايه من الجزء الغاطس؟ يعني الظل بتاعه هيمتد لجوه. تمام، هيمتد ايه؟ لجوه. لو الظل بتاعي كله هيجي في الجزء البارز كان هيبقى ده. بص كده بعينيك، ها، عملت من هنا 45، من هنا 45، من هنا كمان 45، وعملت من الجزء البارز ان هو في البداية 45، طلعت فيرتيكال، عرفت اعمل حرف ال ده. تمام، لكن في حتة عندي الظل بتاعها هيتنقل وهيبقى هنا. تمام، عرفت منين؟ ان انا همد بقى ال 45 لحد جوه وهطلع فيرتيكال، اوكي، اللي هو الفيرتيكال ده اهو، وهبدأ كمان امد ال 45 ده لحد تحت، اوكي، وهمد ال 45 كمان ده لحد تحت، هلاقي ان جزء البارز ده هو اتأثر معايا في فتحة الباب بتاعتي، فالظل بتاعي هيمتد هنا اهو. انا كنت متوقع ده من البداية عشان خاطر الخط ده وصل معايا لحد هنا اهو، لان الخط بتاعي ده وصل معايا مرة هنا ومرة تحت هنا اهو. تمام، فالموضوع ده في غاية الأهمية، يبقى في عندي جزء مظلل والظل بتاعي هيمتد لحد ايه؟ لحد الجزئية ديت، ودي باينة معايا ان الخط ده ال 45 وصل معايا لحد ايه؟ لحد جوه. تمام، نفس الكلام الناحية التانية، هعمل 45، ده حاسس ان هو طلع بره، يبقى الظل بتاعي كله هيبقى ايه؟ بره على الوجه. هطلع فيرتيكال من 45 اللي جاية من فوق. تمام، بالشكل ده اهو، يبقى المنطقة الظلالة بالنسبة لي عندي فوق هنا. يبقى في فرق بين الظل ده والظل ده، نتيجة إن هنا طلع كله على الواجهة من بره، أما أنا هو في جزء جه على الواجهة من بره وجزء جه على فتحة الباب بتاعتي. تمام كده يا شباب، اللي هي الحتة دهي. هقفل بقى الأشكال بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهوت، وهبدأ أطلع عليه بعد كده اهوت. في عندي جزئية أخيرة موجودة عندي أهو، نتيجة إن في عندي كتلة بارزة على الإيه؟ الحيطة. تمام، هعمل 45، وهعمل برضو من الطبانة بتاعتي دي البارزة أو كاب 45، وهبدأ الجزء الأخير عندي من الواجهة هعمل منه 45 بالشكل ده اهوت. تمام، بداية ونهاية، هيطلع الخط بتاعي كده وهيمشي معايا أفقي بالشكل ده اهو. تمام كده يا شباب، يبقى كل ده أقدر أتقل عليه. طبعا حتى عينيك تلمح، تمام، تلمح إن الظل هنا تحت فوق موجودة عندي هنا منطقة مظللة، وفوق برضو هنا منطقة مظللة. تمام كده يا شباب، ليه؟ ان في عندي كتف اهوت او جزء من الواجهه بارز هيرمي ظل على الحيطه نفسها. تمام، في جاي الحيطه جاي الظل بالشكل ده. تمام كده، طبعا عملنا التمرين ده قبل كده كتير، ده يعتبر تجميعي لكل ما سبق. هبدا بقى دلوقتي اتقل على الخطوط هنا او هنا، الجزء ده هبدا اتقل عليه، هنا برضو هبدا اتقل عليه، اوكي، ده هتقل عليه، ده كمان هبدا اتقل عليه بالشكل ده اهو، الجزء ده هتقل عليه، وده كمان ممكن ترسم دوت مفيش مشكله، ده هبدا اتقل عليه ودوت، اوكي. طبعا ده هو الظل المكعب على المستوى الجايب كير، اتقل برضو عليه هنا في الواجهه بالشكل ده اهو، كل ده هيبدا يتقل عليه. تمام، هنا الجزء ده بالميل دهوت، اوكي، هنا انا وصلت له اللي هو الاوت لاين ده اهو، نفس الكلام الجزئيه ديت هبدا اتقل ايه عليها بالشكل ده اهو، لان كل ده هيبقى بالنسبه لي مظلل، وكل ده برضو بالنسبه لي هيبقى مظلل. المهم بقى ان انا دلوقتي بعد ما تقلت فوق هتقل كمان تحت، اوكي، اهي دي كلها اماكن موجوده عندي في البلان احنا بننساها مظلله، اوكي، عشان اعمل سيكشن بلان انا قاطع فيه مش باين معايا لي اوت، اوكي، عشان كده الظل هيبان معايا. هتقل على كل ده؟ طبعا. بص كده في الواجهه، ها، والله ده لوجيك، ده مظلل نتيجه ان في عندي كتله بارزه على الكتله الايه؟ على الحيطه الغط. تمام كده، ده مظلل عشان الكاب عمل ظل على الجزئيه ديت، ده مظلل عشان الجزء البارز عمل على الجزء الايه الغطس. نفس الكلام هنا، هنا ده عشان خاطر الباب، الجزئيه دي مظلله عشان خاطر ان في عندي جزء مثلث بارز كانها سلم ولا حاجه، اوكي، هنا الشكل جاي بالشكل ده اهو عشان في عندي طبانه، فالظل بتاع جزء مثلث هي جزء هيجي منه جزء على الطبانه وجزء هيجي على الحيطه. الجزء ده هيبقى مظلل عشان الحته دي كلها عشان المستوى بتاعي طلع لبره،
ها دايما نسأل نفسنا السؤال ده اهو، المستوى قرب من الدوسيت فظل هيطلع لفوق، ده المستوى بعد عن الدوسيت فظل هينزل لتحت. الموضوع ده في غاية الأهمية، ده المستوى نقط بعد أكتر وأكتر فظل هينزل أكتر وأكتر. الموضوع دوت يا شباب في غاية الإيه الأهمية. الواجهة دي كده خلصت؟ ها نسأل نفسنا السؤال، الواجهة دي خلصت؟ لا طبعا، لسه في ظل ذاتي. الظل اللي عملناه ده كله ظل منمول، فين الظل الذاتي برضه اللي موجود عندنا اهو؟ اهو الجزئية ديت فيها ظل ذاتي، اللي هي الواجهة ديت كلها مظللة، وفي كمان المثلثين بتوعي دول، المثلثين دول في الشكل الهرمي ده برضه فيهم ظل ذاتي. معظمنا بينسى الظل الذاتي سواء الجزئية ديت أو الجزئيتين إيه دول، تمام؟ في ظل في بلان، طبعا معظمنا برضه بينساه، ده ودوت والجزئية ديت دي كلها مظللة بالشكل ده. في حاجة تانية نوت مظللة؟ طبعا لأ، مفيش أي حاجة تانية مظللة. بالنسبة للجزء الهرمي الظل بتاعه خلص كله فوق، تمام كده. طبعا المثلثين الصغيرين دول مظللين اهو، بص كده بعينيك، ده مظلل في الوجه ومظلل في البلان، ده مظلل في البلان ومظلل في الوجه، ده مظلل في البلان ومظلل في الوجه. دايما في اسقاطات رابطه ما بين البلان والايه والوجه، تمام كده يا شباب. بالنسبه للجزئين البارزين دول الظل بتاعهم خلص كله في الاليفيجن، تمام كده يا شباب، فمفيش عندي ظل في الحته ديت. طبعا هو في ظل اكيد وممتد معايا كمان لفوق اهو، اوكي، تحت وفوق، دايما عينيا بتيجي اهوت 45 وطالع معايا، فالظل اللي تحت موجود فوق، انا تحت وفوق، انا موجود عن تحت وبرده فوق، ها دايما عينيا تلمح ان الظل موجود عندي تحت في بلان وموجود عندي برده فوق، تمام. نتيجه ان في كتل واقفه على الارض، نتيجه ان في كتل واقفه ايه على الارض. تمارين كده يا شباب خلص، عايزك تعيده مره واثنين وثلاثه، ودايما تحله بالورقه والقلم، ما تسمعش بس الحل، عشان لما تيجي تسمع هتفتكر ان انت فهمت، تيجي تطبق بعد كده هتلاقي الموضوع صعب. عشان الموضوع يثبت في دماغك يبقى الموضوع سهل، لازم تطبق معايا وترسم الواجهه وترسم بلان وتشتغل معايا نقطه نقطه بالمسطره والمثلث والقلم الرصاص والاسقاطات، عشان اوصل في الاخر نتيجه دهيت، تمام كده يا شباب. وان شاء الله مفيش اي حاجه صعبه علينا.
كده خلاص خلصنا يا شباب، وخلاص الشكر والتقدير، خالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور طارق عبد الرؤوف على محاضرة الباور بوينت اللي بشرح منها دلوقتي حالا. أتمنى من الله عز وجل يكون العلم منتفع به إلى يوم القيامة، يكون في ميزان حسناته، في ميزان حسنات الدكتور، وفي ميزان حسنات كل واحد بيتعلم ويعلم الناس الموجودة حواليه. شكرا لكم يا شباب، يا رب نكون استفدنا استفادة كبيرة من خلال التمرين اللي احنا شفناه اللي هو المجمع، تمرين معماري وواجهة معمارية وماسك أفقي برضه معماري. شكرا لكم، شكرا دايما على خير، دكتور كمال الجبلاوي.